اذا كان بيقول لي لوكات جيفان فركش وصاحبي يا خالصة بنشوفه يا ما ونقول على نشيد زمان بلادي يا بلا دلوقتي بقى نشيد الصباح الفركة والبيرة والصباح. اهلا بكم من جديد بحلقة جديدة من اعصار كاترينا وفين النهارده؟ يا عم خلصنا بقى احيي تعالوا يلا بينا نشوف ولا يلا لو مش عارف تبقى زينا تبقى زينا والله يا جماعة ولا سوري سوري كنت فاكر برتقان. ايه اللي انت عملته؟ مفيش ملوك على الارض عشان الملوك في الشطران. يخرب بيت طب والله ما يبلع عليك اهو الكارت بتاعه مبوش وزود صحابي الوصول مع الدولة اطيخة اقسم بالله اتفقنا مش تفسير ولا اي نهاية وبرغم ان انت دلوقتي بقى نشيد الصباح الفركة والبيرة والصباح يا بنت اندمجتوا صح؟ اندمجتوا يا عرصة لا لا يا 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 باولو يا باولو يا باولو باولو ما انتش يا باولو هي قالت لها ايه؟ هعديك ابوك انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ هعديك ابوك يا ذهبت للازرق لكي انساكي وفي كل مقطع كنت اكيد مش قصدها والله على الارض لا جيبه منها حبيبتي يا بنت والله ايه ما ترجعيش تعيطي هو ايه منها اللي هتجيبيهم دول عليا ليه يا صاحبي انت شاب رجوله جدع على جدع اخصامي حالف ما هسيبه ايه ده نفخ ولا شفط ده بس ايه الباجز دي يا ايه امسك ايدي بسرعه قول ورايا قولي قول اللي هقوله ده بسرعه يلا يا ماما ما تقولي بقى زوجتك يا نفسي على سنة الله ورسوله بسرعة انت انا جاي اقول لك كلمة ما تحتاجها حرف دي راح ترجع ايوه ده ايه الحلاوة دي انا معكم اعصار